لكم، يا رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم احنا بلعبة بيك اكس دي، واليوم جايز اخيرا نزل تحديث لهالوين. كثير متحمسة، شوي وحشة تحديث، يس كثير متحمسة. فليتس جو جايز، نروح نستكشف التحديث. بس قبل ما نبلش اشتركوا بالقناتكم وحطوا لايك وبس ليتس جو. او ماي جاد جايز، او ماي جاد. طبعا جايز سمعتوا الموسيقى؟ واو كثير بتجنن. اوكي خلي جايز نقرا. او ماي جاد ضافوا كثير شغلات. اوكي او ماي جاد جايز، فوالا لا ميزون دو شودران، اون ميزون ميستيريوس دون ليكيل تو بو فير دي بونبون او افي سوبريمون انتري ديكوفير سي سكري. او ماي جاد جايز، تعرفوا شو اصلا انه بيت جديد نزل؟ اوكي خلينا نضغط هون ونضغط هون ونضغط هون. شو هاد؟ ما تقولوها جايز، بيك اكس اضافه مشي، انه بتقدروا تختاروا المشي اللي تمشوا فيه. او ماي جاد صارت زي روبلوكس. او ماي جاد انه تمشوا المشي اللي انتم بدكم اياها. واو او ماي جاد جايز، صار فينا نختار المشي اللي بدنا اياها. او ماي جاد اوكي خلينا نشوف هالجري. بتشبه جايز الجري تبع روبلوكس. ليكو هاي العادي كثير حلوه هاي. فيكم كمان تمشوا زي دامي. طب هالمشي هاي زي روبلوكس جايز، عن جد تذكرت روبلوكس انه ضافوا مشي جديد. او ماي جاد او ماي جاد جايز، تمام رح اشتري مشي هاي لانه صراحه كثير حبيتها، ورح اشتري جايز هاي المشي هاي تبع الهالوين لانه كثير بتجنن. وخلي جايز نجرب المشي. شوفوا كيف صرت عم بمشي. ما حبيتها كثير، خلينا نغير، خلينا نعمل جايز مشي تبع الزومبي. هاي المشي هاي، هاي حلوة. او نعمل هاي تبع الزومبي. ليتس جو نشوف. هاي حلوة، هاي كيوت. بس اعتقد رح اشتري هاي. كانت طبعا كثير تشبه مشي تبع روبلوكس، لو بتعرفوا لعبة روبلوكس عندها مشي زي هيك بالضبط. المهم او ماي جاد، في جايز صندوق الاشخاص فيها تبعت لنا هدايا، وصلتني كثير هدايا. شكرا لاي شخص بعت لي هدايا، انا كمان رح ابعت لكم هدايا. بعتوا لي بس اثنين، انا رح ابعت لكم جايز هدايا. بس اول شيء تعال خلينا نشوف الايفنت باس. او ماي جاد شوفوا الايفنت باس، واو اعطاني اشي كثير جديد وحلو بالمجان. وموجود لسه في كثير اشياء بالمجان واشياء بدون مجان. ليكو في كثير اشياء حلوه. او ماي جاد خلي هلا نشوف الباقات يلا. فيها طبعا تبع الايفنت باس لو بدكم تشتروها يلا، وفي كمان هاي تبع الايفنت باس زائد اشياء ثانية. خلينا نشوف. الايفنت باس زائد اشياء ثانية هون. اوكي وفي كمان باقي بتعطينا هاي هاد الاشي. واو كثير بجنن. لسه رح اعمل لكم فيديو عن كل هدول الشغلات، فبهذا الفيديو رح نشوف بس التحديث. اوكي عندنا كمان البيت. اوكي يا ريت لو اقدر اشتريه، بس اكيد رح احصل عليه. بس ليكو جايز ضافوا كثير كمان عادات حلوه. وليكو جايز او ماي جود 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 جايز، شوفوا معي هاي هي المكنسه تبع الهالوين، رح اشتريها اكيد. واو او ماي جود، في لسه كثير باقات. اوكي خلينا نشوف البيوت. اوكي ما ضفوا صندوق الهالوين. المهم كثير متحمسة، واو الوقت كثير بيمر بسرعة. واجا فوق موجودة اشلي بليك، وانا اعرفها جايز، هي اخت صديقتي اللي هي امكس ليو بليك. فما علينا، ليكو شرت البيت. واو او ماي جاد، خلينا نعملها لايك للبيت. خلي جايز نحط على فكرة صباح عشان اشوف انه كيف شكل المدينة بالصباح. او ماي جاد ضافوا، او ماي جاد ضافوا طافوا ميزة جديدة انه نختار كم موسيقى. اوكي فينا زي هيك ننقص بالصوت، كثير حلو. اوكي خلينا جايز نستكشف البيت. واو او ماي جاد كثير متحمسة جايز. او ماي جاد او ماي جاد واو 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 او ماي جاد، شوفوا اول ما نفوت بنلاقي هون وات شات. او ماي جاد فيها طبعا غرفة. المكان كثير كبير، فينا نعمله متجر. كثير جنن، كثير كثير كثير. حبيت المشي الصراحة، كانت اصلا بعقلي هالفكرة هاي انه اقترح بيك اكس تي انهم يضيفوا مشيات،
كانت هيك بعقلي الفكرة، بس ما عملت الفكرة، بس هلا عملوها هن هيك. بس هيك ليه قصد اضافة ملابس فينا نلبسها؟ واو، انا طبعا اوريدي عندي هدول الملابس لانه اوريدي قديمة، بس ليكو فينا نلبسها هيك. ليكو جايز في انه فينا جايز نطبخ. او ماي جاد، فينا طبعا نطبخ ونحط الاكل شو اسمه بالطاولة. اوكي خلي هلا نطبخ. وين بدنا نطبخ؟ اوكي اعتقد هون. اوكي ليكو صارت عندي حلوة وفيني احطها فوق الطاولة. واو كأنه متجر. ليكو لازم نستكشف يعني الاكل احنا. اوكي فينا نصنع هيك اكل. خلي اصنع. فينا نصنع مصاصة. ياي اوكي خلي هلا نطبخها هون. ليكو يا صديقتي، هاي امكس لي بليك. هاي ديرها. هاي او ماي جاد ليكو جايز، هذا الاكل بيخليكم تمشون، مو تمشون يعني بيعطيكم هذا الملابس، هذول الملابس. او ماي جاد، اخي شوف في ايموجيات جديده. في ايموجيات جديده. اوكي او ماي جاد، كثير بجننوا. وفي طبعا كمان كلام جديد تبع ال او ماي جاد. او ماي جاد ليكو، في اكل بيخليك انه تصير زي هيك. او ماي جاد، في طائر. واو، في ناس كمان مهمات اسمها هالوين. واو، ايم جايز خلينا نطلع هلا بري ونستكشف المدينه اكثر. اوكي جايز، طبعا حاليا عم بفتح عالم خاص عشان اني اقدر استكشف المدينه من بري. كثير متحمس. كمان شوفوا جايز، طبعا بيك اكس دي غيرت شكل هاد تبع الاصدقاء وضافوا عليه قبعه. او ماي جاد، وليكو ضافوا انه هون فينا نبعت هدايا لاصدقائنا. او ماي جاد، ابعت جايز. لا شو هاد؟ واو، فينا نبعت يا اما يعني لازم نشتريها. اوكي رح اشتري هاي ولا هاي. اوكي نبعت. ياي بعتناها لمين؟ نبعت كمان، رح ابعت كمان لإتس ميمي، رح ابعت لها حلوة. ياي رح ابعت كمان لنوا. اوكي الحبات حلوة. ياي، المهم فشو نعمل هلا؟ اوه ماي جاد، تو خلينا نشوف المدينة من فوق. واو كأنه في باركور جديد. طبعا لسه رح نستكشف الباركور وكثير اشياء بالفيديوهات القادمة والاشياء التفاصيل وهيك. فهلا جايز بس رح نشوف انه العالم وكل شيء يعني بشكل انه سريع. خلينا نشوف جايز، على فكرة هاي مزلجة. واو شوفوا، اقول لكم جايز مدينة المرح والفرح والسعادة تغيرت، صارت في عناكب واشياء. واو حبيت 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 لكم جايز. هون موجود. هون فيكم تنطوا. واو اكشلي كثير حلوة. واو شوفوا جايز، ضافوا كثير اشياء. اوكي في كثير اشياء فوق كمان. واو او ماي جاد، في بدلة كأنه. البدلة هاي بتخليكم يعني تصيروا انفيزبل، يعني الناس ما راح تشوفك. ليكو كمان في هون حيوانات أليفة تبع الهالوين، وفي كثير اشياء. واو كثير بتجن. في هون كمان باركور اعتقد. واو عن جد جايز، انه واو صار العالم كثير بيجنن. واو 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 او ماي جاد. اوكي خلينا نجرب جايز باركور. اعتقد جايز ما راح اكمل باركور معاكم يعني كامل، فعشان هيك بس هيك حخلص هذا الفيديو، لانه اعتقد كثير طولت عليكم بهذا الفيديو، وبدي انا بس اشوف معكم التحديث وهيك وكل شيء. وبس بحبكم كثير كثير. اكتبوا لي شو اسمائكم ارقامكم بالتعليقات عشان ابعث لكم هدايا. خبروني هل بدكم ابعث لكم حلوه او الاشي الثاني اللي ما بعرف شو هو. المهم بس بحبكم كثير كثير، اشتركوا بالقناه.